السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعود الهواوي، مدير موقع عالم التقنية. حضرت هنا كمشارك في منتدى الإعلام العربي، بحكم أن عالم التقنية يعتبر من المواقع المهمة في مجال تقنية المعلومات، ويعتبر من أكبر المواقع العربية في الشرق الأوسط. قبل الحديث عن المنتدى أستاذ، أبي أسألك شو رأيك بالمستوى اللي تقدمه دبي في تنظيم مع المنتديات ومحافل كهذه، وما الذي تقدمه دبي من خلال هذا المنتدى لدعم الإعلام في العالم العربي؟ من وجهة نظري أعتبر دبي هي منبر لجميع الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، لسبب بسيط، أن دبي تتميز بالمكان، بجودة التنظيم، بحسن الضيافة من الشعب الإماراتي. يعني بصراحة يعني أنا صار لي 3-5 سنوات في مجال تقنية المعلومات، كل الإيفنت الممتازة أحضرها في دبي. مثل ما قلت يعني حسن الضيافة موجودة عندكم ما شاء الله، ما أعتقد أني ألقاها في أي مكان ثاني. سؤال ثاني خاص عن دبي بعد، دولة الإمارات تسعى بفوز تنظيم أكسبو 2020 في إمارة دبي مع منافسة عديد من البلدان العالمية أو المدن العالمية، كيف ترى حظوظ الإمارة بفوزها باستضافة هذا الحدث العالمي؟ راح أعتقد أن الإمارات تكون عندها فرصة كبيرة بالفوز، لسبب بسيط، عندها خبرة كبيرة في مسألة تنظيم الفعاليات، فوجود هذه الخبرة راح يسهل عليها الفوز باستضافة أكثر من فعالية، وأتوقع أن الإمارات يكون لها مستقبل كبير باستضافة فعاليات المعارض والمؤتمرات وفعاليات رياضية أكبر في المستقبل. نرجع لجو المنتدى ونقول ما رأيك في المواضيع المطروحة في المنتدى، وهل هي تناسب الإعلام في هذه الفترة الزمنية؟ أعتقد أن المواضيع المطروحة في المنتدى ممتازة، ولكن كنت أتمنى أن يكون في تركيز أكثر على الإعلام الجديد أو السوشيال ميديا أكثر من ما هو الإعلام التقليدي. سبب بسيط، أن الإعلام التقليدي من وجهة نظري أنه بدأ يفقد بريقه نوعا ما، وبدأ أن الإعلام الجديد يأخذ مساحة كبيرة من الشهرة ومن القوة. فكان يعني كوجهة نظر كنت أتمنى لو ركز على الإعلام الجديد، لكن لا يمنع أن من ذكر أن بعض الجلسات فيها فائدة للإعلام الجديد من ناحية الاستفادة من الإعلام التقليدي وخبراته. شكرا جزيلا أستاذ، حياك الله.